الحمد لله الملك المعبود ذي العطاء والمن والجود واهب الحياة وخالق الوجود الذي اتصف بالصمدية وتفرد بالوحدانية والملائكة وأولو العلم على ذلك شهود. نعوذ بنور وجهه من شر الوسواس الكذوب، ونسأله العناية والرعاية، وأن يجعلنا بفضله من الركع السجود. لي في نوالك يا مولاي آمال من حيث لا ينفع الأهلون والمال، ولم يضق بي منك العفو إن ختمت لي بالشهادة أقوال وأفعال. ماذا أقول ومني كل معصية، ومنك يا سيدي حلم وإمهال. ومن أكون وما قدري وما عملي في يوم توضع في الميزان أعمال. رباه رباه أنت الله معتمدي في كل حال إذا حالت بي الحال. وصلاة وسلاما على من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد، وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد. وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد، وفي القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا جاءك قل لهما محمد رسول الله حقا اتبعنا وآمنا وصدقنا محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد. شفاء للقلوب لها ضياء ونور مستمد من محمد. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، نور أضاء بصيرتي فأضاءني لما تذكرت الحبيب محمد وكأنما سطعت شموس في دمي، وكأنما قمر السماء تعددا، فبذكره يحلو الوجود فنرتقي يا سعد من باسم الحبيب تزودا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، من هنا من المسجد الجديد بكفر السويركي بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، نحييكم حيث جئنا بدعوة كريمة من الأستاذ إسماعيل العمدة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه ومن أهل هذا البلد الطيب. ما أجمل أن نبدأ بالقرآن، فتلاوته روح وريحان، به تسمو القلوب بعزة الرحمن، تلاوته تدع الفؤاد مطمئنا، رحب البسيطة ثابت الأركان. إنه القرآن يمحو الكآبة والأسى بجماله، ويعيد رشد التائه الحيران. إنه القرآن يعطيك من أمل الحياة تفاؤلا. إنه القرآن يعطيك من أمل الحياة تفاؤلا، ويمد قلبك طاقة وتفاني. إنه القرآن يريح نفسك من عناء همومها لتعيش حياة النور والإيمان. يحضر معنا فضيلة الدكتور أشرف عبد الحليم، أخو الإعلام القدير المرحوم علي عبد الحليم،
أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجمعنا به في مستقر رحمته ودار كرامته. ما أجمل أن نحيا في رحاب القرآن، فيا قارئ القرآن ما أحلاك، تلك المعاني عطرت دنياك. من يا ترى قرأ الكتاب مجودا يجدو كطير قد أتى حياك. فالحمد للرحمن أول صورة، سبعا مثاني لا نظير لذاك، والتاج يزهو إن رأيت جماله، من يا ترى حاز الوقار سواك. يا قارئ القرآن تلك منازل من صنع رب العرش من مولاك، جعلت لمن حفظ الكتاب بحقه والله جل جلاله زكاك. مع فضيلة الشيخ عبد الناصر حرك نستهل معكم هذه الأمسية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا حتى نبعث رسولا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كن وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الله وكم
وكفى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم يصلاها مذموما مدحورا فضلنا بعضهم على بعض
وأكبر تفضيلا. لا فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب وإذا البحار فجرت يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما Yeah.
أكبر. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. يا أيها الظمآن دونك من بعد رتل ورو القلب عطر مسمعك هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك هذا كتاب الله حصنك فالتمس فيه الأمان إذا بدا ما روعك نور شفاء رحمة وسكينة فاملأ بدفاق المعاني أضلعك واسكب على عينيك من آياته حتى ترى من مشرقيها مطلعك. الناس مش عايزة تسمع ولا ايه؟ بضيائه سر واثقا تالله ما تاهت طريقك إن يسر فيها معك. هذا كتاب الله نور ساطع أنى تضيع ونور منهجه معك هذا كتاب الله فيض هداية يا أيها الظمآن دونك من بعد كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استبانا نظام الدين والدنيا معا وماذا يكون الناس إن فقدوا النظام وما نفع الحياة لكل حي إذا ما أصبحت داء عقاما كفى بكتابكم يا قوم طبا لمن يشكو من الأمم السقاما كتاب يملأ الدنيا حياة وينشر في جوانبها السلامة اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل وأسكننا بالقرآن الظلل وادفع عنا به النقم يا رب العالمين اللهم اجعلنا بالقرآن عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين وعند الجزاء من الفائزين شفع اللهم فينا القرآن وشفع فينا المصطفى عليه الصلاة والسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة من فضيلة الشيخ عبد الناصر حرك من هنا من المسجد الجديد بكفر السويركي بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية وقد جئنا بدعوة كريمة من الأستاذ إسماعيل العمدة
أسأل الله أن يتغمد والده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعله في رحاب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبحضور معالي الدكتور أشرف عبد الحليم، أسأل الله أن يبارك فيه وأن يبارك فيكم جميعا. إن لله ملائكة سيارة يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله، قولوا لا إله إلا الله، مفتاح الجنان لا إله إلا الله، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قالوا هلموا إلى حاجتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ما أجمل أن نحيا في رحاب العلم والعلماء. الكلمة الآن لفضيلة الأستاذ الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء وزارة الأوقاف.